اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. هذه هي كذبتك بحسب برجك الفلكي. في حياة كل منا كذبة ربما لا يعرفها الآخرون عنا. الأبراج تكشف الأكاذيب المشتركة لكل برج منها. فما هي جملتك التي تعكس كذبتك؟ اكتشف ذلك بحسب برجك الفلكي. برج الحمل. برج الحمل واحد من الأبراج العصبية، لذلك إذا قال لك أنا هادئ ولن أتعصب، تأكد أنه يكذب، وكل هذا النفي بسبب ثوران بركان بداخله. احذر منه واهرب في الحال. برج الثور. برج الثور المعروف باهتمامه وحبه المبالغ فيه لكل المقربين منه. لا تصدقه حين يقول لك أنا لا أشعر بالغيرة، لأن هذا البرج يغار بفطرته على من يحب، ويموت غيظاً إذا شاهد أحد بجوار محبيه. برج الجوزاء. لا تصدقه حين يقول لك أنا لا أقيم أحد، لأنه حتى وإن لم يصرح برأيه هو يقيم أي شخص بمجرد وقوع نظره عليه. برج السرطان. السرطان صاحب المشاعر المتقدة والعطاء المستمر في العاطفة. إذا قال لك أنا بخير فهو يكذب، لأنه يقولها كي تسأله ويراه مدى اهتمامك به، لأنه حين يقول لك هذه العبارة فهذا يعني العكس تماماً، ويدل على أنه يستجدي اهتمامك ويرى ما إذا كنت ستهتم به حقاً أم لا. إنه يقول لك أنا بخير كي تسأله عن التفاصيل. برج الأسد. لا يوجد شيء يقدر على كسر الملك، فملك الأبراج هو الأسد. لن يصرح بتألمه من فقدان شيء أو شخص، لذلك سيكذب ويقول لقد تجاوزت الأمر، حتى وإن كان يموت ألما من داخله. برج العذراء. دائما ما ستجد مولود برج العذراء تحت الضغط، وذلك لأنه يعمل كثيرا ودائما تكون لديه العديد من المهام، ولكنه يحاول أن يظهر بشكل هادئ، لذلك لا تصدقه حين يقول أنا لست متوترا. برج الميزان. على الرغم من كل الصفات الجيدة التي يملكها مولود برج الميزان، إلا أنه يلجأ للكذب حتى لا يكون طرفاً في أي نزاع. لذلك إذا حدثك في شيء وسألته هل تكذب أو لا، فسيقول لك أنا لا أكذب، لكن هنا لا تصدقه 100%. برج العقرب. برج العقرب الذي ينجذب إلى بعض الأشياء بسهولة وتصبح هي كل اهتمامه. لا تصدقه إن قال لك لست مهووساً، لأنه معرض لأن يهوس بأي شيء يثير فضوله. برج القوس. على الرغم من طبيعة برج القوس الباحثة عن المرح واللهو، إلا أنه لا ينسى من يخطئ في حقه، لذلك لا تصدقه حين يقول لك لا أهتم لما قاله فلان، لأنه لن يسمح لأحد بإهانته. برج الجدي. برج الجدي لن يطلب المساعدة من أحد مهما كان عليه القيام بأشياء وأعمال، ولكن في داخله يتمنى أن يقوم المحيطين به بمساعدته، لذلك لا تصدقه إذا قال أنا لا أحتاج إلى المساعدة. برج الدلو. برج الدلو دائما ما يحب أن يشعر باستقلاليته، لكن هذا لا يعني أنه لا يحتاج إلى الشعور بوجود الآخرين حوله، لذلك لا تصدقه حين يقول أنا لست بحاجة لأحد. برج الحوت.
برج الحوت الذي يحتاج دائما لشريك بجانبه حتى يحقق طموحاته، لا تصدقه إذا قال لك يوما أستطيع العمل بمفردي، فهو لا يعنيها على الإطلاق. كانت هذه هي مجموعة الأكاذيب المشتركة لكل برج من الأبراج. أخبرنا عن كذبتك الخاصة وعن برجك الخاص. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى كتابة التعليق وتسجيل الإعجاب ومشاركته في مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا تتردد في الاشتراك بالقناة لمتابعة جديدنا فور نشره.